mars, ce l'a changé, non? Ah, good day for you, for me too. في الحقيقة الملعب تحفة تحفة عالمية، وفي الحقيقة هو أيضا حاجة عالمية خاصة في النسبة للزاتلات خاصة في الحوض البحر الأبيض المتوسط. هي حقيقة تحفة عالمية ستفتخر بها الحوض البحر الأبيض المتوسط. فيما يخص القرية المتوسطية هي تحفة رائعة، خاصة فيما يخص توفر كل سبل الراحة فيما يخص الزاتلات سبورتيف اللي حيجوا في الجو ميديترانيا. واليوم تشرفنا بهذه الزيارة، هذه من أجل يعني تفقد كل المنشآت التي ستحتضن هذه الألعاب. رافقتنا هذه الصباحة في هذه الزيارة هذه اللي قاموا بها السيد الرئيس مع السيد الأمين العام وكذلك السيد المحافظ وكل يعني القائمين على تنظيم أو العمل على الانتهاء من العملية التنظيمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونظل باللي باش لاحظتوا باللي باش يعني كل المنشآت يعني جاهزة، ووهران كمدينة جاهزة لاحتضان هذه الألعاب. هذه معجزة، هذا الكلام اللي كانوا يقولوا هما في الحفلة، وهذا يشرف الجزائر ويشرف ولاية وهران بطبيعة الحال. إذن احنا مرتاحين حاليا، لكن دائما أمام محطات جديدة، وتكون الزيارة تاع لجنة التنفيذ تاع اللجنة الدولية يوم ابتداء من وصولهم يوم 9 مارس إلى يوم 13 مارس، ويكون كذلك امتحان جديد.